افتحي بدل ما اكسر باب الاوضه عليكي. روحي العبي بعيد يا شاطره، اذا كان ليكي جوز انا ليا اهل وعزوه. بقيت مستقوله بيك يا صبحي. تستقوى بيا اهون ما تستقوى بغيري. عاوزه تقلبيها خناقه؟ اهلا وسهلا بيك. انا ممكن افصل دماغها عن جسمها، انا مش قادره استحمل تقل دمها اكتر من كده. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ انا لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه معاكي. اتقابلت يا بنت؟ في ايه؟ بقول لك ايه؟ بس هواكه وشغل الحريم بتاعك ده لو اتعمل تاني مش هيحصل لي كويس، فاهمه ولا لا؟ طب ابعد ايدك عني. مش هبعد. انا مش هقفل معاكي عشان احافظ على اللي ببطني، علشان ده سبب الغل والحقد اللي جوه عينيكي. حاولت تمد ايدي عليكي؟ هي ما حاولتش، هي مدت فعلا. وكانت هتخنقني وتموتني. انتوا ايه اللي بتهببوه ده؟ هو انتوا اتجننتوا؟ قلت لك انا عارفه انا بعمل ايه كويس. في ايه؟ جرايه صبح انت هتبكتنا؟ اكيد مش هتتكرر يا دهب. ولو مش بمزاجك هيبقى غصب عنك. انت فاكر نفسك يا ابني عايشين في امريكا؟ احنا في مصر. عايش انت واحده من غير جواز في بيت واحد لوحدكم، ومش لازم تبقى زي انا وطارق. الفرق بينا كبير يا شربين، ان احنا بدانا متجوزين انا وهو الاول. ايوه دهب، بس انا وتماره مش زيك انت وطارق. انت كداب، انت دايما بتخش تهجم. خش الدخلة الروشة بتاعتك. لما لقيت ان انت اتورطت دلوقتي عايز تخلع وتسيب البنت. هي عملية صغيرة انت كده، مش هتاخد مني وقت. شفتي بقى؟ كمل الصبح. تعالى يا استاذة الهام هفهمك. يا استاذة الهام ايه وليه؟ ايه يا نصاب يا حرامي؟ ولا مش انت في الاوضه يلا؟ عملية ايه اللي بترتب لها مع دهب وشربيني؟ انت جاي المكتبي تعرفني شغل شغلك هو انا؟ ولحد ما اقول لك شكرا مالكش شغل تاني، فاهم؟ شرفت يا طارق. اخيرا حنيت ورديت عليا. هو انا اقدر اتاخر؟ انت جبت رقم بقى صبحي العلماس اشهر من نار على العالم. اسالني السؤال ده. شكرا. هو في جدعانه في الفلوس؟ انا جدع ان انا جبته له اصلا. بقول لك ايه يا كراكيب، خد منه بدل الطقطقين. هو انا كلمك احسن المره اللي فاتت وانا سايب له عندك. في ايه يا طارق؟ في ايه؟ ما تلم اهلك يا اختي. الم اهلي؟ انت من جواك مش عايزها ومش حاببها وعاوز تمشي. مش فكرة تمشي دهب، أنا بس حاسس إن أنا اتسرعت وغوطت جامد، والبنت ما تستاهلش مني كده. يا مش ناقصة. وأنت كمان مش ناقص. لازم تختار صح. محدش بيختار صح بيندم في يوم من الأيام. بون أبيتي. تشيرز. نور المكتب يا كريمة. اتأخرت قوي الزيارة دي يا متر، وبسببك مش بسببي، لدرجة إني زعلت منك. ما يهونش عليا زعلك. المكتب ده بتاع شغل، موكلين، مشاكل المجرمين. وأنت ألطف بكتير من إنك تيجي هنا. وأنا عاوزة أشوفك وأنت بتشتغل، وبعدين ما تدققش قوي كده. إحنا أول مقابلة بينا كانت في الاسم. معاك يا حبيبي. هعوضها لك. ليكي عندي فيرست ديت في المكان اللي تحبيه. اتفقنا. أكيد. انت ايه حكايتك بقى؟ محدش سألني السؤال ده من سنين. كاكو مش زي اي حد. كاكو لذيذ انك نام ده. انت نصك مصري صح؟ انا مصري وابويا مصري بس امي سورية. وانا اقول الحلاوة دي برضو مش من فراغ. انت ايه حكايتك بقى؟ وإيه حكايتك مع دهب؟ وما تكذبش، ما تنساش إني بفهم في العيون قوي. خسارة ما اشتغلتيش معايا في المحاماة. دهب دي معرفة قديمة، زي ما تقولي كده أبوها كان صاحبي الله يرحمه، وصاني عليها. هي مسؤولة مني، وشيا لوحدها، هي وشربيني أخوها. بس انا ما بقولش اكتر من اللي انا عايز اقوله. انا بقى عكسك، كل اللي انا حاسه بيه بقوله، اصلي في قلبي على لساني. طب في حاجه في قلبك دلوقتي حابه تقوليها لي؟ اجمل حاجه فيك يا متر الكاريزما. نظرتك تخوف بس اتراكتيف قوي، وده اللي مخليني اقرب منك وابقى عاوز اعرفك اكتر. بس كل ما بقرب وابص في عينيك بحس انهم بيرغويت.
ومش خايفة تغرقي في البير ده؟ مش قلت لك بحب الريسك؟ وأنا بحب الريسك ده فيكي. بس أنت بتعملي كده ليه؟ قصدك إيه؟ بيوصلني أخبار كده من دهب إنك معاهم معاهم عليهم عليهم. عروبة قوي اللي اسمها دهب دي. أنا تحديداً ما بتخبيش حاجة عليا. يمكن. أنا بقى مش زيكم. ولا هاممني الفيلا ولا فلوسها. أنا معايا كده كده اللي خليني عايشة مبسوطة. تشتغلي إيه؟ حاجة كده زي المودلينج في دبي. واو! أنا ما يهمنيش حد خالص. كل اللي يهمني في الموضوع ده إني أتسلى. بس اللي أنا أعرفه دلوقتي إنك واخدة صف إلهام. طب ما انت كمان واخد صف الهام اليومين دول عشان تعرف بس اني اول واحده بحب اركب الترند. انت خطيره يا كريمه. شكرا. العفو. عايزه اقول لك حاجه تخلي بالك منها اليومين دول. الموضوع دخل في الجد. يعني ما عادش لا تسليه ولا لعبه. كلنا اتشبكنا فيه بما فينا انت. ما تقلقش عليا. انا بعرف اخلع كويس. هيجي وقت مش هتعرفي، هتلاقي نفسك اتشبكتي معانا. أنا زيك يا كريمان، بعرف أقرأ العيون، وأعرف اللي قاعد قدامي عايز يقول إيه من غير ما يتكلم. ومن اللي قريته في عينك إنك بتعشقي اللعب. والتركية دي بتاعت الفيلا محدش مستمتع فيها غير أنا وإنتي. أنت فعلاً مستمتع؟ أصلي مش عارفة ليه بحس دايماً إنك متضايق. قولي اللي انت عايزه تقوليه. فعلا الشغل ما فيهوش عواطف يا كريمه. متهيألي هي دي الحته اللي هتفهمك وتعرفك صبح العلاف يبقى مين وبيتعامل ازاي لما يحط حاجه في دماغه. شابو يا مترا على اللي انت قلته، كأنك بتوصفني. عشان كده انا مبسوط جدا بعلاقتنا ببعض، وحاسس ان التواصل ما بيننا هيبقى مش محتاج غير اننا نبص لبعض. بس خد بالك، اصل انا عيوني حلو ممكن توقعك. مش حلوه؟ مش هتوقعني. السلام عليكم. انت ماسك الزيتونه كده ومتمزج. اما انت لازم تتغذي كويس عشان العيل يطلع رياضي كده. يا لهوي، ابو الوحم مش طايقه كل حاجه، حاسه ان عايزه ارجع. انت هترجعي من الكميه يا الهام. الكميه اللي انت جايباها دي تكفي الفاموليا بتاعتك كلها. اللهم فين صحيح؟ ما شفتهمش يعني من الصبح. ايه وحشينك قوي، تحب اصحاهم لك؟ قوي. انا يومي ما يبداش غير اما اشوف كراكيبه في خلقتي كده. ربنا ياخده، قصدي ربنا يخليه لكم. الو، اوردر ايه؟ فساتين الحمل. يا رب يطلعوا حلوين كده زي ما شفتهم. حاضر، حالا اطلع لك حد يستلم. شكرا، ميرسي قوي. الحساب كام؟ طيب، شكرا، ميرسي. اطلع استلم الاوردر يا طارق. انا لحد اللي هيطلع. على فكرة حسابه 7650 جنيه. هو ايه ده اللي 7000؟ هو ابني دوك انجلترا، ليه حسابه 7650؟ ليه كده؟ عايز حاجة تاني؟ تديله 50 جنيه بقشيش، ماشي؟ بس قليل والله. في سنة 1869 افتتح الخديوي اسماعيل قناة السويس، الحدث اللي اهتم بيه العالم كله واتكلم عنه. طبعا حضر الاحتفال ملوك وزعماء ورؤساء دول كتير. انا حاسس ان انا في تانية ابتدائي. تدخل يا عم في الموضوع على طول وتخلصنا. ما هو ده الموضوع. موضوع ايه؟ اسمعوني للاخر. طيب، احتفالا بافتتاح القناه، الحكومه المصريه طبعت مجموعه محدوده جدا من الطوابع اللي عليها شعار القناه. تم توزيع الطوابع دي على مجموعة صغيرة من أرفع المستويات من جنسيات مختلفة. بعد الاحتفال كل واحد منهم روح بلده
وخد معاه الطابع اللي الحكومه المصريه هدته له. وانت بقى عايزنا نعمل ايه؟ نلف من الملك الطوابع دي من الدول اللي خدتها ولا ايه؟ الطوابع دي اختفت، ما بقاش منها غير 4. وانتوا عارفين بقى هو جمع الطوابع ممكن يعملوا ايه عشان يوصلوا للاربع طوابع دي. في واحد عملها، رجل اعمال مصري عنده 3 من الاربعه دول، قضى عمره كله يجري وراهم. هو ده بقى الزبون الجديد. طب والرابع؟ برافو عليك يا شاطر، سألتني عن الرابع. الرابع اهو. انت بتزور؟ انت متخيل واحد مضيع عمره كله عشان يلاقي طابع زي ده؟ مش هيعرف يفقس ان كان مزور ولا لا؟ انت بتحلم؟ لا طبعا، ما هو لازم يكون معاه خبير يفصل في امر الطابع. طب معنى كده كشفنا قبل ما نروح. تقدر تقول كده. لو ما كانش الخبير ده صاحبي واخويا وحبيبي وعشرة عمري. معلش انا اسفه على الازعاج. ولا يهمك. المهم الحاجه جبتوها منين؟ دي بتاعت والدة جدتي الله يرحمها، كان اسمها جولفدان. دي كانت محظيه عند الملك. واضح الملك كان بيحبها قوي عشان يديلها طبع نادر زي ده. عاجبك كده؟ عاجبك سمعه العيله كده وستات العيله؟ ماشي يا مراد. اعمل ايه؟ لازم اكون صريح مع ملاك بيه، وبعدين ما هيتعبت في الاخر الحمد لله. طمني يا استاذ جلال. معلش انا اسفه. ولا يهمك، خد راحتك خد راحتك. الو. ايوه انت فين؟ انا في ميتنج. ميتنج؟ ميتنج ايه؟ ميتنج اللي قلت لك عليه بتاع صبحي. اه. قدامك قد ايه بقى كده؟ ساعة ساعة وأكون عندك على طول. تمام أوي. باي. باي. وبعدين أعمل خبير. يا أستاذ أنا لازم أتحقق. وبعدين ملاك بيه مش هيدفع مبلغ قليل في الطابع. مراد. عيب كده. ملاك بيه. الطابع سليم. ده كلام حلو أوي أوي ده. طيب يا جماعة. مبروك. واتبسطوا. انبسط. حلوة قوي الحاجات الخفيفة دي، بلاش بقى العمليات الكبيرة وأبراج ومحامين وورق والحاجات دي. وغلاوتك يا بينو أنا ما بحش عنكم لا الصغيرة ولا الكبيرة زي ما أنت شايف، بس أنتوا بحالات، يوم معايا ويوم مع السلامة. يا صبحي أنت عارف يعني مصاري البط بتتخانق وكله في الآخر بيفك. بس دهب ليها رأي تاني. ولا يا حب؟ رأيي إن إحنا ننجز عشان مش هنبات هنا. أختك اتشرست، حميت سكاكينها علينا. معلش يا صبحي، قبل بس عليا بالفلوس وانا هظبطها لك. احنا كنا متفقين على 300,000، بس انا زودتها 100 جدعانه من عندي. عشان بس اختك ما تقولش ان احنا بنتعب وصبحي بيلهف. اصل العمليه دي كانت سهله وانتوا عملتوا المهم فيها. الله عليك يا عمنا. يا على الامانه والاصول، انا اتأثرت قوي. يلا يا حب ولا ايه؟ يلا اه، بس حتى وصليني في سكتك يعني. اتفضل قبل ما اغير رايي. بلاش انت والشنط. تعال. ماشي. مع السلامة. كان عاوز منك ايه؟ بيديني مصاريفي. يا ما جاب الغراب لامه. وهو ايه اللي عدله كده فجأة ان شاء الله؟ والله ما اعرف، لقيته بيقول لي ما يصحش اللي بيحصل بينا، ده غلط علشانك وعلشان ابننا. ابنكم؟ وريني كده اداكي كام؟
ده ايه الرضا ده كله؟ ويا ترى بقى السنيورة عارفة انه عمل كده؟ انا مالي ومالها، المهم انه دفع، ودفع برضا. رضا مين يا الهام؟ هو انت فاكره ان طارق ده محترم؟ ولا انت نسيتي اللي حصل لك؟ لا طبعا ما نسيتش اللي حصل لي يا شهد، بس هيعمل ايه اكتر من اللي عمله؟ اخد كل حاجه خلاص. اقطع دراعي من هنا ان ما كانتش الحركه دي وراها حاجه. هيكون وراها ايه يعني؟ والله يا لام انت عبيطه وهتفضلي طول عمرك عبيطه. ايه يا شهد؟ انت نسيتي نفسك ولا انت اتجننتي؟ انت نسيتي ان انا اختك الكبيره ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا الهام، بس انا مش عايزاكي تنسي طارق ده مين وعمل فيكي ايه. وبعدين والله لو كان عايز يدفع فلوس اهو خير وبركه، ناخد منه كل اللي نقدر عليه برضاه او من غير رضاه. بس اوعي دماغك تميل تاني يا الهام، لا مؤاخذه يعني مش هيرملنا حته عظمه واحنا زي العبط نجري وراه ويعمل ما بداله ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الأستاذ ملاك موجود؟ أستاذ ملاك مين؟ صاحب البيت ده. صاحب البيت؟ البيت فاضي وصاحبه في أمريكا. إزاي يعني؟ أنا قابلت صاحب البيت ده. قابلتيه؟ قابلتيه إزاي؟ حضرتك البيت بتأجر باليوم وهو فاضي دلوقتي. ماشي. إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟ أصلك وحشتني يا صبحي. ما بقدرش أغيب عن خلقتك أكتر من نص ساعة. اتوحشتني. عندي سؤال كده يعني محيرني حبتين. الراجل اللي انت جبته بتاع الطوابع ده ايه قصته بقى؟ من ساعه ما كنت بتوزع الترك عليا انا واخويا وانا عماله افكر ازاي الراجل ده ما فقس الطوابع المزوره من الطوابع الحقيقيه. ارجع اقول لك تاني، شغلتي يا ده. شغلتك؟ انا عارفه انك نصاب بس ما اعرفش ان انت مزور او رسام. انا اهم من دول كلهم، شغلتي الدقه، اني اطلع الصوره طبق الاصل زي كل الحاجات اللي عملتها قبل كده. لا الحقيقه مش كده خالص. الحقيقه ان الموضوع ده كله اشتغالات في اشتغالات. مش كنت تقول للراجل اللي انت جايبه عشان يمثل علينا موضوع التوابع ده يمثل كويس؟ كنت جبت كومبارس من بتوع السينما. بقى يا راجل يا نتن راح تأجر له شقه يوم واحد، ليه راح يعمل ديوز؟ كنت سيبها له اسبوع على الاقل عشان تسبكوا الدور كويس. وازاي جايب واحد خايب كده؟ انا مش فاهم. ده انت صبحي ده الواد شربين اللي انت هريته ريقه بيفهم في الشغلانه اكتر مني. كنت بعتله شربين يدربه شوية الأول وبعدين جه عندي بقى. كنت ودكتهولك وعلمتهولك كويس. ممكن أفهم أنت بتعمل كده ليه؟ برافو. أنا طول عمري معجب بذكائك. توقعت على فكرة. لا ما كنتش متوقع على فكرة. بطلت تستسكى عليا. ولو كنت متوقع ما كنتش هتعملها من أصل. بساعدكم عشان شفتكم محتاجين. لا وانت الحقيقه طول عمرك حنين قوي وخيرك مغرقنا. بضحي عشانكم فيها ايه؟ ده انتوا ياما ضحيتوا عشاني. هعيط والله هعيط، دموعي هتنزل. بتأثر قوي بكلامك. انت عملت كده عشان نفسك ومصلحتك، عملت كده عشان تضمن ولائنا. مش انت قلت ان اخر عمليه بينا هي عمليه الفيلا؟ انا مش عايزه اشوف وشك تاني. ابعد عننا انا واخويا وكفايه كده بقى. كفايه ابويا اللي مات في السجن. عايز تعمل فينا زيه؟ مش هيحصل يا صبحي. يحصل في حاله واحده بس، ان انا اسيبك تموت في السجن.
مجموعة اللي انت بتعنيه بوزك ده فيه ايه؟ اللي اسمه طارق بيجر نعم مع الهام. نعم يا اختي؟ ازاي يعني؟ النهارده اداها ظرفي فيه فلوس وقال لها ان هو متكفل بمصاريفها لحد ما تولد. سبحان مغير الاحوال. الواد ده مش سهل. اقسم بالله الواد ده ما هو سهل. انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه مع الهام. يعني كلمه توديها وكلمه تجيبها. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ لا الواد الدبدوب ده لعيب برضه. قال لك الشد والحاجات دي مش جايبه نتيجه. خلاص انا حنن ونضف هاكل الشهد. بقول لك يا ابراهيم، احنا مش عايزين نسيبه يعمل اي حاجه من الحاجات دي خالص. احنا عايزين نفضل فوق دماغه عشان ما تفوقش من اللي هي فيه. صح، انت صح. بقول لك ايه، ما تعملي النعشه. لا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. هو ده اللي انت بتفكر فيه؟ هو ده اللي في دماغك؟ ما طلع خليني افكر يا عم بقى. لا صبح بيه هديك رجيب. لما تفضى كلمني ضروري عشان في معلومات مهمة هقولها لك. لا صبح بيه. اسمعيني كويس يا إلهام، أنا مسكت قضيتك واهتميت بيها وتنزلتي عن أتعابك كلها مبدئيا، لأن اتفاقنا كان إننا نكون إيد واحدة عشان أرجع لك حقك من طارق. مظبوط؟ آه مظبوط. بس الكلام ده مش هيحصل طول ما انت بتعملي اللي انت بتعمليه ده. هو انا عملت ايه؟ الراجل يجر معاكي ناعم تفتحي له السكه قوي كده. ايه ده ايه ده؟ لا يا متر، ما حصلش حاجه من الحاجات اللي بتقولها دي خالص. والفلوس اللي اداها لك؟ فلوس دي مصاريف وهو ملزم بيها، واكيد عشان ما يخش في مشاكل. يا سبحان الله، بقى طارق اللي مش عايز يخش في مشاكل. هو انت مين اللي قال لك على المصاريف واللي بيحصل في البيت؟ انت بتجس عليا؟ شغلتي. مين اللي قال لك؟ شاهد ولا كراكيب؟ ولا انت مشغل الاثنين لحسابك؟ مش مهم. المهم ان احنا كلنا عاوزين مصلحتك، وخصوصا شاهد وكراكيب. ايوه يا طروق. يا كريمان انت فين؟ في البيت. في ايه؟ طيب سيبي اللي في ايدك وتعالي العياده دلوقتي حالا، عايزك ضروري. يا ابني يا ابني لازم تفهم ان الناس اللي حواليك مش شغالين عندك، واحيانا بنبقى مشغولين، مش لازم يعني كلنا ننفذ كلام جنابك. جننتي ولا ايه يا كريمان؟ هو ده وقت هزار؟ انت المفروض اكتر واحده تبقي فاهمه انا في ايه دلوقتي. ربنا يخلي لك مراتك. عموما انا حاسه بيك بس مش مهتمه. طيب يا كريمان بعد اذنك، يعني لو سمحتي انا محتاج لك ضروري، فلو سمحتي تعالي. مصدقاك بس انا مشغوله وعندي مشاوير، هخلص واكلمك. ماشي يا كريمان، خلصي مشاويرك وانا مستنيكي. تمام ماشي. سلام. سلام. طيب وانا نازله اهو. متهيألي ما بخلتش عليكم باي حاجه، اكل وشرب ونوم على حسابي وعلى قفايا وفي بيتي هنا ما اتكلمتش، لكن تتجسسوا عليا وتقولوا لي اسرار الغريب ده مش هسمح بيه ابدا. هو ايه بس اللي حصل يا الهام؟ في ايه؟ طيب ما تستعبطيش عليا يا شهد. اخر مره احذركم، لو الموضوع ده اتكرر تاني والله العظيم هطردكم من بيتي. بيتك؟ بيتي يا ام بيت كرهه الهام؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ ده بيت الدكتور حبيب القلب. وبعدين عيب ما تعمليش كده في عزوتك. عزوتي ما تخونش عيش والملح، فاهم يا كراكيبو؟ لآخر مرة بحذركم، لو الموضوع ده اتكرر تاني بنقص خدماتكم وبنقص عزوتي كمان.